السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ بارك الله فيك. أحبك في الله والله. حبك الله الذي حبتني فيه. الله يجزاك كل خير. الله يكرمك. بالنسبة حضرتك لدور العبادة، قانون دور العبادة الموحد، هل يجوز إن إحنا في دولة إسلامية فيها 95% وأكثر مسلمين، يبقى فيه قانون موحد وخاصة إن المسلم بيروح 35 مرة في الأسبوع للمسجد، والقبطي بيروح مرة واحدة في الأسبوع للكنيسة؟ كيف يكون موحد حضرتك؟ وكيف لحكومة مؤقتة تعمل قانون زي ده في الوقت الحاضر يعني؟ وجزاك الله ألف خير. جزاك الله خيرا. والله ما سنته الحكومة المؤقتة من قوانين فإنها ستكون مؤقتة مرهونة بوجود هذه الحكومة المؤقتة. لكن أنت تقول نحن نعيش في دولة أغلبيتها مسلمة. أنت تعلم أن هناك رابطة الآن نظمت لمقاومة اضطهاد المسلمين في مصر هنا؟ نحن صحيح كثر لكننا مضطهدون. أنت لا 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 لعلك لا 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 تشاهد وسائل الإعلام، يظهر فيها الأقباط والقساوسة لا يتكلمون، يتكلم عنهم من ينتسب إلينا، هو الذي يتكلم ويدافع عنهم. أما شاهدت الدكتور عمرو حمزاوي وهو يقول الدولة المدنية التي نريدها دولة لا دينية، دولة لا دينية. فعلى كل حال احنا بنتمنى في إطار أو في ظل هذه الظروف أن يصدر قانون العبادة الموحد، بحيث تكون ميزانيات الكنيسة خاضعة للجهاز المركزي للمحاسبات كالمساجد وكالأزهر، وبحيث تكون الكنائس والأديرة عرضة للتفتيش كما هو الحال في المساجد، وبحيث أن تغلق الكنائس في المواعيد التي تغلق فيها المساجد، وبحيث تكون النسبة بين عدد السكان، يعني اللي بيسموها الكثافة، بين عدد المسلمين ومساحة المساجد المخصصة للعبادة كالنسبة بين عدد النصارى والمساحة المخصصة لهم للعبادة. احنا نريد ان نصل الى هذا الامر، لكن ان لفق قانون اخر انا اقول باعلى صوتي لن تستقر الامور ولن ينتظم امر هذه البلد الا بالعدالة والناس سواسية امام القانون. لكن واحد يحاول ان هو يضغط، يعني مثلهم كمثل الذي اتى في واحد فتوة يستنصرون بالامريكان، وانت تعلم ان ده الاستنصار بالقوى الخارجية خيانة وطنية، ده خيانة للوطن، يستنصرون بالاجنبي ليحصلوا على مكاسب. هذه المكاسب هل ستمر على المسلمين هكذا؟ طبعا ده اشعال لنيران الفتنة. اخماد نيران الفتنة يكون بان لا يأخذ هؤلاء اكثر من حقهم. المسألة مش ان انا طبطب ودي الطبطب ودي، لا، هناك إن كان التعداد 85 مليون مسلم فاحنا عندنا 85 مليون نسمة، فاحنا عندنا 79 مليون وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. نسبة النصارى في مصر 6%، 6%، احسبها شوف نسبة المسلمين كام. هم يراقبون هذا الأمر كما هو واضح من السؤال، وهذا السؤال نسأله في كل مكان. فنسأل الله السلامة، ربنا يحفظ مصر من كل